والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلاة تقضى بها جميع الحوائج ويزال بها كل هم وغم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. بسم الله وعلى بركة سيدنا رسول الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يوفقنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يسدد خطانا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا باللي هو عاوزه بالحق من عنده. نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يفتح علينا، علي وعلى حضراتكم بالحق اللي إيه اللي من عنده. زي ما حضراتكم شايفين كده الأمور في تصاعد مستمر. الأمور يعني أقول لكم هو مش كل يوم، والحقيقة يعني وأنا بصحى من ساعة ما بصحى لغاية ما بشتغل الحلقة تقريبا كل 5 دقايق، كل نص ساعة، كل في موضوع جديد، في حركة جديدة، في قصة جديدة، في خبر جديد، في تحرك جديد على مختلف الأصعدة. بقى أطراف طبعا كتيرة جدا موجودة في الأزمة اللي احنا موجودين فيها، وإن صح التعبير يعني إن هي أزمة، ولو إني شايفها أزمة، يعني ولو إني شايفها أزمة. والأزمة الحقيقية هي إن في حد في مصر لا يطبق عليه القانون، دي الأزمة الحقيقية بتاعتنا. يعني الأزمة الحقيقية أن هناك من تلاعب بالقانون. الأزمة الحقيقية أن هناك من استخدم بعض بنود ومواد القانون لأهدافه الشخصية ولمطامعه الشخصية، واستخدم الحصانة لتحقيق كل حاجة ضد الشعب. ضد الشعب طبعا، أنا ما أشتم وأسب وألعن أمهات الناس وأمهات الناس والبلد و و و ف يعني ده ضد الشعب بالتأكيد. والخلاف النهاردة على إيه؟ الخلاف النهاردة على إيه؟ الخلاف النهاردة على إن في مجموعة من الشعب المصري، في مجموعة من المواطنين المصريين الشرفاء بالتأكيد تمام؟ زي حضراتكم كده الناس اللي موجودة معايا وبتتابع واللي بتؤيد واللي متابعة، زي العبد الفقير إلى الله اللي مع حضراتكم كده، اللي بيطلبوا عدد من المطالب. أعتقد إن المطالب بتاعتنا اللي إحنا عاوزينها أعتقد إن هي مطالب مشروعة أنا وحضراتكم، لأن بالتأكيد اللي بيخش هنا وبيتفرج بالتأكيد 1000000% 99% منهم، 99% منهم مع الكلام اللي بيتقال ده 1000000%، لانه لو مش مع الكلام هيطلع ايه، مش اتكل على الله، او يعمل لك بلوك، او مش هيتفرج تاني. وضع طبيعي يعني، وضع طبيعي. فبالتاكيد العبد الفقير الى الله والملايين اللي بتتفرج علينا هنا بقى وعلى الفيسبوك وعلى بقيه المواقع، والناس اللي بتعمل داونلود للفيديو وبتشيره على الصفحات و و و الى اخره، بنطلب ايه؟ بنطلب ان احنا نعيش في بلدنا بكرامتنا، وده مطلب مش مشروع. المطلب اللي احنا بنطلبه ده ان احنا نبقى عايشين جوه بلدنا بكرامتنا، ما نتهنش. دي حاجة غلط لا سمح الله احنا بنطلبها من المسؤولين في مصر، من القيادات في مصر، ما اعتقدش. مطلب بسيط، عايز اعيش في بلدي بكرامتي، مش عايز اتهان. طيب لنفرض ان في حد هني، اخد حقي منه بالقانون. هل المطلب ده عيب او حرام؟ بطلب ايه؟ بطلب عايز اعيش في بلدي بكرامتي، ولو حد جه هني اخد
اخد حقي منه بالقانون، لا عيب ولا حرام المطلبين. طب الاخ ده معاه ماده، معاه موضوع بيستغله انه ما يمثلش قدام القانون، فبطلب من المسؤولين في دولتي ان الرؤوس بتاعتنا تتساوى قدام القانون. في غلط في الطلبات دي؟ مفيش اي غلط خالص، وطلبات بسيطه واعتقد انها مشروعه، ومشروعه جدا من مواطنين عايشين في بلد محترم، عايشين في بلد قوي، عايشين في بلد في قانون، عايشين في بلد في مؤسسات، عايشين في بلد في اجهزه، عايشين في بلد في نظام، عايشين في بلد في رجاله. بنطلب ثلاث حاجات بس. في حد بيطلب حاجه غير كده؟ في حد مننا بيطلب حاجه؟ في حد بيطلب ورث؟ في حد بيطلب ان الدوله تتدخل في مشاكل شخصيه؟ في حد بيطلب ان الدوله تخش تخرق القانون؟ ده احنا بنقول للدوله يا دوله من فضل حضرتك المسؤولين في الدوله بدايه من راس الدوله القياده السياسيه وانت نازل لو سمحتوا عاوزين نفعل القانون، عاوزين القانون يتطبق، مش عاوزين حد في مصر يبقى فوق القانون. وبالمناسبه الرئيس قال كده، فاحنا عاوزين المؤسسات اللي تحت الرئيس تنفذ تعليماته. يعني في حاجه من اللي احنا بنطلبها دي كده خارج الاطار او مبالغ فيها او عبء او حاجه؟ لا. واحنا بمشيئه الله تعالى سنظل مصرين، لان هو ده الواضح دلوقتي على الارض. ايه الواضح على الارض؟ ان هناك اصرار شديد وكبير من ناس كتير في مصر بانهم هيكملوا في التصعيد الى ان تتحقق المطالب دي اللي هي كلها مشروعة وبسيطة وحقي كبني ادم عادي خالص. فاتجاه التصعيد هيستمر برضو بالقانون لغاية ما المسؤولين يفعلوه، لغاية ما المسؤولين يساووا ما بيننا فيه، لغاية ما المسؤولين يخلونا كلنا اللي له حق عند التاني القانون يجيبه. ببساطة الإجراءات اللي ماشية على الأرض فيها نوعين من الناس. في نوع متفائل بدرجة كبيرة، وفي نوع متشائم لدرجة كبيرة. المتفائل دوت قال لك وخلاص والنهاية والنهاردة والخطيب وراح والنيابة، هنتكلم في كل ده دلوقتي، ودي تمام وده إجراء عادي هنتكلم برضو فيه. أما المتشائم بدرجة كبيرة فبنقول له لأ برضو، يعني لا التشاؤم الكبير مطلوب ولا التفاؤل الكبير إيه مطلوب. أمال إيه المطلوب؟ المطلوب إن إحنا نوزن الأمور بعقلنا، نوزن الأمور بعقلنا. إيه هي بقى الوزنة بتاعت العقل دي؟ الوزنة بتاعت العقل دي بتقول إن النادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب تم الخوض في حقه وفي عرضه وفي شرفه، ومصر تم الخوض في حق رجالتها عن طريق فيديو اتقدم بلاغ لمعالي النائب الايه العام. البلاغ بتاع الكابتن محمود الخطيب اللي تقدم بيه في اقل من 48 ساعة تم فتح باب التحقيق فيه، وده مؤشر كويس ومؤشر محترم ومؤشر جيد، يدعو الى التفاؤل ولا يدعو الى الافراط في التفاؤل. ادي واحد. اتنين، ان بعد ما اتفتح باب التحقيق فيه تم استدعاء الكابتن محمود الخطيب للادلاء باقواله في البلاغ اللي معمول. ونقرا ونقول الاخبار بشكل سريع واحنا بنسخن لحلقتنا، ونبقى ماشيين مع بعض بشكل منطقي، بشكل متسلسل، بشكل عقلاني، علشان نعرف كبلد او كمواطنين في البلد. دلوقتي القضيه دي قضيه مواطنين بلد، قصه مش قصه اهلي وزمالك، خلاص الليله دي خلصت. احنا بنتكلم دلوقتي في كرامتنا كمصريين،
كرامتنا كمصريين، الموضوع النهارده كرامتي كمصري، كرامتي كراجل في هذا البلد، ملهاش دعوه بقى باهلي وزمالك.